انا غادي نرجع للفنان الدوزي اللي اسجل الاغنيه ديالو فعلا من الشهامه ومن رجوله اننا نكونوا واعيين بالمحيط اللي كنعيشوا فيه ونتاثروا بالتقلبات اللي كتوقع ماشي غير في المغرب ولكن في الوطن العربي سواء على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي واي حاجه ضرات الجمهور ديالنا يعني كتاثر فينا كفنانين وكنقدروا ناجلوا الكليب ولكن في كثير من الاحيان كتكون الاسباب مختلفه عندها علاقه بتسييري وتدبير الوقت يعني الضروري واللازم فنخرجوا الكليب ديالنا بعد مرات كتكون اغنيه ناجحه لفنان اخر هي اللي غازيه السوق وباقي الجمهور كيرددها في الاذان ديالو فكنأجلوا تاجيل الاغنيه اولا مثلا كتكون عندنا اقتراحات ديال سهرات ومهرجانات داكشي علاش كنأجلوا ولا كنقدروا بعد مرات نمشيو لوقت اخر غير باش نتزل الاغنيه ديالنا تكون بوحدها اللي في السوق بصح حنا ما كنعرفوش النوايا ولكن من غير هادشي راه منين كتكون بحال الكوارث الطبيعيه وهاد الاحداث الخايبه اللي كتوقع وكيكتب علينا الله سبحانه وتعالى الفنان راه بعض الاحيان النوايا ما كنعرفهمش ولكن ما كيكونش انه قلبه 100% مع ذوك الناس باغي يتعاطف معاهم ولكن راه لاكتواليتي راه العالم كامل كيهضر على هذوك الناس على هذيك الحادثه اللي وقعت ما يمكنش هو غيجي غينزل اغنيه حتى واحد ما غيتسوق ليه ديك الاغنيه هذا بعيد على الدوزي كندوي بصفه عامه حتى واحد ما غيتسوق ليه الاغنيه ديالو كيقول خلي تتفوت هذه الحاله وتبرد القضيه من بعد نحط الاغنيه ديالي وما نساوش كذلك اننا في بدايه الموسم الفني والثقافي وبزاف ديال الفنانين والمغنيين صدروا البوماتهم واغانيهم وبعض المرات انت كتكون دير واحد السياسه فنيه ديالك كتبغي حتى كيخوى السوق عاد تحط اغنيتك